نتواصل معكم أيها الأحباب من خلال دفق النبض الحي لصباح الشروق، وتحية لكل فناني بلادي من خلال الأغنية المؤثرة، ومن خلال الصورة، ومن خلال المشاهد الدرامية الحقيقية التي هي تعكس نبض الإحساس والوجدان الذي يصيب أهلنا في السودان. نعم صحيح، يمكن يعني نحن نحيي الحية بمعنى الفنانين اللي قدموا هذا الأوبريت، فنانين الشباب اللي احنا دائما بنحتاج لهم في الاشياء دي. لكن يمكن حاجه المؤثره جدا يعني وانت بعينك بتشوف البيوت هي بتقع قدامك، احلام والذكريات، الحياه الحلوه دي كلها هي خلاص راحت، الحياه التانيه ناس بتبتسم كلها، يعني همها انه هي الحمد لله بخير وعافيه، ما في مشكله، بكره احلى وبعده اجمل ان شاء الله. ما يؤثر في هذا الوبريت انه انا جيت افتش كاي يوم ما لقيتك، حليل اللمه وحليل الونسه، دار اشرب معاك القهوه، دار اشرب شاي الصباح، دو كل واحد من الحياه اللي بتميزنا احنا كسودانيين الان هو بيسال في امه الطفل صحيح ما لقى اهلين، قال له ما لقى البيت، ما لقى الحاجه اللي هو كان اصلا هي موجوده، احنا ما بنحترض يعني يمكن انا ناجي في امر ربنا سبحانه وتعالى، دي كل يعني اقدار من ربنا سبحانه وتعالى، ونحن الحمد لله حامدين وشاكرين للحصل ده، لكن برضه في نفس الوقت شويه كده بتكون المنظر مؤثر جدا. نعم صحيح، ويعني انت ما تقدر ذاتك تتجاوب مع الحدث اللي انت شايفه، تقدم شنو، تعمل شنو، يعني اعمل شنو يا اخوان انا عشان اساعد الناس دي. صحيح، خاصه احمد، ويعني جراء الفيضانات الاخيره فقدنا اكثر من 106 روح، يعني صح. سائلين الله ان يتقبلهم قبولا حسنا ان شاء الله، واكثر من يعني 72 شخص هم حالتهم يعني متاخره، لكن رغم يعني ما جرى ورغم ما حدث بنلقى انه الناس صابره، ويعني نلقى انه الاشارات الكبيره جدا اثناء التطواف في انه هذا قدر الله. صحيح، يعني ما حنعمل شنو، ما في حاجه ان انت ممكن تعمل غير تقول الحمد لله على ما رضى الله. صحيح، الحمد لله على ما رضى الله. نحن يمكن انا اجي يعني دي حياه، يعني هي حياه من ربنا سبحانه وتعالى، نحمد الله ونشكر فضله، وامتحان ربنا سبحانه وتعالى ما اشقانا الا ليسعدنا ان شاء الله. صحيح، وان شاء الله السعاده حتكون قريبا جاء. ناجي نمشي فداسي نتابع هذا التقرير، ومن ثم نعود نتواصل عبر صباح الشروق. نحن الان في طريقنا الى منطقه فداسي الحليماب بولايه الجزيره، نحتاج فقط لقطع 22 كيلومترا الى الشمال من واد مدني. فداسي هي إحدى القرى التاريخية التي تمتد على الشريط الغربي لنهر النيل الأزرق، ومع بدايات تأسيسها في ثمانينيات القرن التاسع عشر كان لسكانها إسهام وطني كبير في محاربة المستعمر ودعم كل حركات التحرر الوطنية. عدي روح سافر بسلامة، شيل مني التحية ورسل لي يا شوق تمحل مصيبك سهاما، يا شوق تمحل مصيبك سهاما، تعال وصيك وصيا للادي مواما، لو اصلك رسولنا احفظ لي كلاما، لو اصلك رسولنا احفظ لي كلاما، لو قالتني سبنا انقول لي مداما. فداسي الحليماب كانت تعرف سر النجاح وعملت من أجله، فقامت مؤسسات تعليمية عريقة تستهدف نشر الوعي والعلم، وكغيرها كانت تولي أمر التعليم الديني مكانة خاصة، لكنها أخذت تؤسس لمنهج جديد لتأخذ من العلوم الأخرى طريقا موازيا، حتى أصبحت منارة علمية يشار إليها بالبنان. ترقد المدينة الريفية على بساط أخضر من الحدائق التي أسسها أهل المنطقة
الذين تعلموا حرفة الفلاحة بعد أن كان هدفهم الأول من هجرتهم من الشمال هو نشر الدين، لكنهم وجدوا من خصوبة الأرض ما دفعهم إلى التحول نحو الزراعة وتطوير مهارتهم فيها. اهتمت المدينة بكنوزها الأدبية وجعلت من ذلك منتديات ثقافية تهفو إليها نفوس من تشربوا بضروب الفن والإبداع. دربكم فوق تراب رملتنا يا حلوين، بخم بصر للعيبين. دربكم فوق تراب رملتنا يا حلوين، بخم بصر للعيبين. ما انتو اجيتوا لي مشوار، رجعتوا الزرع انظر من نظر خدين. جمالكم خلى كل فرع يميل، يهز بفرحة للزايرين. جمالكم خلى كل فرع يميل، يهز بفرحة للزايرين. وحتى الشوق ركع ساجد وبسم ضاحك وغبل دواغر غدمين. فداسي الحليماب تستريح على ضفاف النيل الأزرق وتعانق حضارة عريقة، ويظل تاريخها الحافل مرتعا خصيبا لكل الأجيال القادمة حتى يتعلموا منه صورا شتى لتحدي المستحيل والوصول إلى سلم المجد. لطالما بالعلم يرفع بيت لا عماد له. محمد نور الساري، الشروق.